المحاضرة. إحنا وقفنا عند المثال هذا يا جماعة، اللي هو أنا بدي أفحص قيمة النل فاليو. الآن قلنا في عندي عمود ثاني اللي هو اسمه الريجون. هذا الريجون في عندي بعض بيانات الموظفين، مش مخزن المنطقة تبعته. الآن أجاني المدير وقال لي أعطيني تقرير ببيانات كل الموظفين اللي المنطقة اللي مش مسجلين بيانات المنطقة تبعتهم. الآن بدي أجي أقول بشكل بسيط select نجمة from، طبعا إيش employees، هذا كله معروف. فجبت أنا وقال لي أعطيني كل بيانات الموظفين from employees. لعند هنا هي ترجمة الجزء الأول من الكلمة. بعدين قال لي اللي الموظفين الريجن تبعهم مش مسجل عندنا، يبقى بنمشي نقول له where الريجن، ايش بدي اقول له هنا؟ از نل، از نل. يبقى الان حيعطيني كل الموظفين، لاحظ هو هنا ايش اعطاني؟ كل الموظفين صح؟ الان لا، هنا بدنا بس الموظفين اللي ما عندهم مش ريجن، هيهم بس، هم هذول الموظفين. الان هو حيتصل عليهم مثلا يقول لهم عبوا البيانات تبعتكم او كملوا البيانات تبعتكم. طيب هذا كان بالنسبة لمين؟ للنل والنطنل، إذ نل ونطنل. في عنا أوبريتور تاني أو شغلة تانية بنستعملها مع الوير مهمة كتير، اسمها إيش؟ اسمها اللايك. واللايك الآن في معها إيش؟ حرفين خاصات. طيب تعالوا نشوف إيش هما. الآن لو أجا مثلا على سبيل المثال، خلينا نشوف اللايك، هاي سلكت نجمة فروم امبلويز، خلينا نشوف كل بيانات الموظفين مثلا. هاي كل بيانات الموظفين اللي موجودة عندي. هذه الآن أجا قال لي أنا مش عارف اسم الموظف بالضبط، او اعطيني كل اسماء الموظفين اللي بيبداوا بحرف الاي. طلعوا يا جماعه، اعطيني كل اسماء الموظفين الذين يبداوا بحرف الاي. الان لو انا اجيت قلت له هنا وير الفيرست نيم مثلا على سبيل المثال يساوي ايش؟ لو قلت له انا بالطريقه هذه مثلا، هاي حرف الاي، هاي احمد مثلا، ايش بيعطيني هنا؟ هيعطيني بس اللي بيبداوا بحرف احمد، هي حرف الاي. طب الذين يبداوا، هي حرف الاي بس لحالها، هذه شو معناته؟ ما شفتيش شيء، لانه انت عمال بتحكي له ايش؟ اعطيني اللي اسمه يساوي اي، فيش حدا اسمه اي عندنا هنا في الحاله هاي. طيب الان بيجي بيقول لي مثلا هاي في موظف هنا شو اسمه هنا؟ مثلا اسمه نانسي هنا على سبيل المثال. هاي نانسي، لو جينا نستعلم عنها جاب لي. طيب لاحظوا انا كتبت سمول لتر هنا، وهنا هي كابيتال لتر مخزنه، يبقى هنا بميزش بين الاحرف الكابيتال والسمول. الان طب اعطيني كل الناس اللي بيبداوا بحرف الان، كيف نجيب الذين يبداوا بحرف الان؟ بقول لي الان ما بينفعش نستعمل ايش؟ اللي يساوي. ها شو بدنا نستعمل؟ في حاجة بنسميها اللايك، يعني أنا عارف جزء من البيانات، أنا عارف جزء من البيانات، كيف يعني؟ الآن بيجي بيحكي لي ما بدنا نستعمل بالطريقة هذه، بدنا نستعمل هاي اللايك عندي، بقول لي أنت في الحالة هذه بدنا نكتب كلمة لايك، اللايك هذه مع مين تستعمل يا جماعة؟ مع الوير فقط، لايك يعني بدي أقول له الفيرست نيم يشبه، لايك معناته يشبه، يشبه مين؟ الذين يبداوا بحرف الان. طب ايش في وراها؟ بدي اقول له اي حاجه. طيب ايش بدي اقول له؟ علامه النسبه المئويه. النسبه المئويه معناته ايش؟ حرف، حرفين، ثلاثه، عشره، ولا شيء، واضح؟ طب خلينا في الاول نشوف الناتج. الان شو اعطاني؟ اعطاني نانسي. طب الذين يبداوا بحرف الاي مثلا، خلينا نشوف في حدا بحرف الاي. هاي بحرف الاي، كم واحد اعطاني؟ هاي اندرو، هاي انا مثلا على سبيل المثال، اعطاني اثنين، واضح يا جماعه؟ طيب هذه شو معناتها؟ هذه النجمة، طلعوا معي هذه البرسنتج، عشان أكتب ملاحظات بكتب على عدة أسطر بالطريقة هذه. الآن البرسنتج هذه شو معناها؟ معناته ولا إشي، فراغ، هاي أول واحد. بعدين ممكن يكون حرف، يعني ممكن يكون حرف الـ A، بعدين ممكن يكون حرف الـ AA،
ممكن يكون حرف ال A B C Z مثلاً، ممكن يكون قد ما بدنا بالطريقة هذه. هذه كلها تمثل مين؟ البرسنتج. البرسنتج كما مرة معناها لا شيء أو حرف أو حرفين أو ثلاثة. يعني لاحظوا هنا هذه لا شيء، هي طلعت ال A لحالها صح؟ معناته فيش فيها وراها حاجة، طلعت البرسنتج هذه ولا إشي. بعدين طلع فيه وراها حرف، بعدين طلع ثلاث حروف، بعدين طلع قد ما بدي. طبعا ممكن يطلع A 1 2 3 4 كمان احرف خاصه نجم زي هيك، هذا كله صحيح. هذه تمثل مين؟ اللي هي النسبه الفلميه. واضحه هذه يا جماعه؟ طيب لو اخذت استعلام ثاني بطريقه ثانيه، لو اجيت قلت له انا ايوه، لو جيت للاستعلام هذا كمان مره نفذته، بس ايش قلت له؟ غيرت، جبت البرسنتج هانا. مين يقول لي شو معنى هذه الجمله؟ هان هيعطي اخر حرف ايه؟ ممتاز. الان انا بدور على كل الاسماء التي تنتهي بحرف الاي. هانا معناته انا بدور على الاسماء اللي اسمها الاول ينتهي بحرف الاي. واضح يا جماعة؟ تعال نشوف نتأكد من المعلومة هذه. طلعوا إيش أنا أعطاني؟ أعطاني لارا. لارا بتنتهي بإيش؟ بحرف الإي هنا. واضح يا جماعة؟ لكن هنا كل الأسماء التي تبدأ بحرف الإي، كل الأسماء التي تبدأ بحرف الإي. واضح يا جماعة؟ طيب لو إجيت أنا قلت له بالطريقة هذه كمان، أعطيني كل الأسماء مثلا، إيش معنى هذه؟ تنتهي. كمان مرة ما سمعتش. اللي بتنتهي بأن إيه؟ هذه تنتهي. طلعي لي منيح. آخر حرفين. طلعي وين البرسنتج موجودة؟ أول حرفين هدول. هدول حيكونوا أول حرفين يا ريم، واضح؟ لأنه ليش؟ البرسنتج إجت ورا بالآخر هانا. لكن طلعي الإيه وين إجت؟ هانا، هذه تنتهي بالإيه، بس في قبلها هانا إيش؟ البرسنتج معناته عدة احتمالات، ممكن يكون حرف، ممكن يكون حرفين، ممكن يكونوا 10، ممكن يكونوا 100، ممكن يكون ولا حاجة كمان. واضح؟ لكن هنا أنا بدي إياهم اللي يبدأوا بالحرفين هذول A و N. طب هل يجوز إنه ألاقي N A العكس؟ لا طبعًا. واضح؟ مستحيل، لازم بنفس الترتيب، لكن البرسنتج هنا أنت حر. جيب لي أي حاجة عندك تطلع معك. طلعوا معي، جاب لي A N A N. طب لو رحت قلت له A N A كمان N، مين حيجيب لي في هدول؟ حيجيب لي بس هذا. طلع معي، هي اكزكيوت، شو جاب لي؟ حرف ال A هي تطابق مع ال A اللي في الأول، حرف ال N تطابق مع الحرف ال N الثاني، بعدين حرف ال N الثالث تطابق مع حرف ال N الثالث، وبعدين قلت له إيش ما بيجي عندك وراها؟ حرف ال A C D 1 2 3 اللي بدك إياه هات لي إياه. طلع بس مين عنده؟ في عنده حرف ال A، جاب لي. وضحت الفكره هنا؟ وضحت هذه يا جماعه؟ مهمه كثير هذه، بنستعملها كثير في كل استعلاماتنا اللي هي علامه النسبه المئويه. طيب لو اجيت انا قلت له هاي سلكت، خلينا نشوف البرودكتس مثلا على سبيل المثال. الان لو انا بدي قلت له هاي البرودكت نيم وير، بدنا ندور على البرودكت نيم الذي يبدا مثلا، هاي ايش بدي اقول له؟ لايك يبدا بايش؟ انا عارف جزء من الاسم، مش عارف الاسم كله، بدي اقول له يبدا بحرف السي اتش. طلعوا كيف؟ سي اتش. بدي اجي هنا اقول له ايش؟ علامة في المية. طيب هاي استعلام بالطريقة هاي، هاي جاب لي السي اتش كل هدول. طيب انا بدي اقول له يوجد بعد السي اتش حرفين بس. واضح؟ حرفين فقط. اللي هو المفترض هذا يطلع، هي سي اتش اي اي، هذا كم حرف بعدها؟ في ثلاثة، هذا كم حرف؟ في كثير 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 هذا.
انا بس بدي بقول له انا بعرف انه الاسم يكون من 4 حروف، اول حرفين انا عارفهم بس التانيين مش عارفهم. الان مين بنستعمل يا جماعه؟ ما بنستعمل، نستعمل اللي هي الاندر سكور، الشرطه السفليه هذه. الان ما بنستعمل هذه، ايش بقول له؟ في عندك اندر سكور كمان واحده اندر سكور، تنتين مع بعض. ايش معناته؟ معناته في حرف هنا انا مش عارفه وفي حرف هنا انا مش عارفه، المهم انهم حرفين. واضح يا جماعه؟ المهم انهم حرفين. طبعا لما احكي كلمه حرف، ايش معنى حرف عندنا احنا؟ الحرف ممكن يكون من الـ A to Z، ممكن يكون من 0 إلى 9، ممكن يكون الأحرف الخاصة، كل هذه تعتبر أحرف. تعالوا الآن نجربها هذه. Execute، مين جاب لي؟ جاب لي بس هذا، ليش؟ لأنه أنا قلت له بس في عندك حرفين. طبعا لاحظوا أنا في هيهم تنتين مع بعض بس هم عشان ملزقات في بعض. واضح يا جماعة؟ واضحة هذه الفكرة؟ الآن هذه شو معناها؟ معناته حرف واحد فقط. واضح يا جماعة؟ هنا إيش معناته؟ تساوي لا شيء أو حرف أو أكثر. ماشي يا جماعة؟ تساوي لا شيء أو حرف أو أكثر، ممكن يكون حرف أو أكثر هنا. واضحة هذه يا جماعة؟ يبقى أنا في عندي إشارتين خاصات بنستعملهم مع اللايك. مين هما؟ اللايك إحنا بنستعمل معها، هيو يجي كمان مره بنستعمل معها الاندر سكور، بنستعمل معها مين كمان؟ اللي هو البرسنتج. واضحه هذه يا جماعه؟ واضحه؟ طيب في عندنا كمان داله بنستعملها مع الوير بتسهل علي الشغل. في حاجه اسمها ان، لو اجيت انا قلت له اعطيني كل الزبائن اللي هو الكاستمرز هذولا، سلكت نجمه فروم كاستمرز وير اللي ساكنين في مدينه لندن ومدريد، بس بدي هذول الاثنين. ماشي يا جماعه؟ الان احنا بالطريقه القديمه كيف كنا نكتبها؟ كنا نقول سلكت نجمه فروم كاستمرز وير السيتي تساوي لندن اور السيتي تساوي مدريد. بقول لي في حاجه اسهل من هذه، ايش هي؟ طلعوا نكتب سيتي ان مين؟ نفتح قوسين ونحط لندن ونحط مدريد على سبيل المثال. واضح يا جماعه؟ هذه بجمله تكافئ هذه الجمله. الان معناته انه السيتي تساوي لندن مره او السيتي تساوي مدريد. واضح يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوفها كيف. لو اجينا هنا حكينا انه هنا بنشتغل مع الان. في عندنا كاستمر اول شيء هنا ولا لا؟ هاي في كاستمرز، خلينا نشوف ايش في بيانات. سلكت نجمه فروم كاستمرز اللي هم الزبائن يعني. هاي F5. هاي الكونتري، هاي موجودين عند الكونتري هنا. الان لو جيت انا قلت له بدي كل الزبائن الموجودين وين؟ وير انه الكونتري يعني الدولة تبعتهم ان. الان شو بنسوي؟ بنفتح قوسين. طبعا ليش انا بحطهم بين سنجل كوتيشن زي هيك يا صبايا؟ لانه هذا نص. هي بدي اقول اعطيني بس اللي موجودين في جيرماني. هي خلينا انسخها بالزر اليمين. انا بدي اقول اعطيني اللي موجودين، اوبس، بدي اقول انسخها، بدي اقول اعطيني اللي موجودين في جيرماني واعطيني الموجودين في فرنسا مثلا. هي بدي الاثنين هذول. هل بينفع اكتب فرنسا زي هيك؟ ما بينفعش، فطلع علم بالاحمر على طول. ليش؟ لانه هذه ايش؟ عباره عن نصوص، النصوص دائما لازم نحطها بين السنجل كوتيشن هذول، شايفينهم؟ السنجل كوتيشن اللي بالطريقه هذه. الان تعالوا نشوف هذول ايش برجع لي؟ اكسكيوت، مين جاب لي؟ خلينا نعمل اوردر باي كمان، هاي اوردر، هاي باي اللي هو الكونتري. هاي F5، لاحظوا بس جاب لي المدينتين هذول اللي هم فرنسا وهي الجيرمن. في مدينة ثانية هنا يا جماعة؟ لا مش هيجيب لي اياها. هذه الجملة تكافئ أو تساوي مين يا جماعة؟ نفسها هي لو كتبتها بالطريقة القديمة هذه. هذه بدي أقول له تكافئ الجملة التالية. لو إجيت أنا قلت له وير، ما بدي أحكي له بالطريقة هذه، بدي أقول له وير الكونتري تساوي ها
هذا بدي اجي احكي له or الكونتري تساوي مين؟ فرنسا بالطريقة. لكن مين اسهل عنا دائما؟ الان احنا بنفضل نستعمل مين؟ الان. ليش؟ الان اسهل في القراءة. طلعوا كيف لما اجي اقول له ان بدل ما كل مرة country تساوي Germany or country تساوي France، صرنا نفضل هذه الجملة اسهل في القراءة، نسميها ايش؟ more readable. more readable اسهل عندي. لكن الجملة هذه تكافئ هذه، لو كتبته بالطريقة هذه او بالطريقة هذه نفسها. لكن بنلاحظ كمان مرة انه الان بتعادل ايش؟ تساوي. بتعادل تساوي. لكن لو نستعمل اكبر من اصغر من بنفعش نستعمل الان، بنستعمل الطريقة العادية تبعتنا. واضح يا جماعة؟ لو رجعت نفذتها هي هنا هتعطي نفس الناتج. لاحظوا في الاول قديش كانوا 22، نفذها كمان مرة اعطت كمان قديش؟ 22 سجل موجود عندي. واضح هذا الكلام؟ واضح يا جماعة؟ بس ردوا علي سريعا. في اي سؤال فيه؟ طيب مصححين نكمل الجوين ولا لا؟ اكمل يا دكتور. طيب ناخذ حاجه بنسميها الجوين. الان اطلع معي، بدي ابني جدولين انا من عندي عشان تفهموني اياهم. هي هذا، هي سيف. لاحظوا بدي اسكره هذا وافتح واحد ثاني يا جماعه. شو بعمل؟ هي بضغط هنا واحد ثاني عشان ايش؟ نكتب الجوين. هذا الملف تبع الجوين كويري، يعني الاستعلامات من جدولين. اول حاجه انا بدي ابني الجدولين، خليني اخزنه. هاي هذا بدي اسميه اندرسكور بي اللي هو الشق الثاني من الماده. إذا تتذكروا هنا قرأت الشابتر هذا ولا ما قرأتهوش يا جماعة؟ أول إشي. يا جماعة قرأتوا الشابتر هذا ولا لا؟ الجوين هذا كان موجود جاهز عندكم، قلت لكم قرأوه الأسبوع اللي فات. شكله فيش حدا قارئه؟ أيوة صبايا قرأتوه ولا لا؟ بس حدا يرد علي. لا لا أنا لا ما قرأتهوش. الباقيين كله قرأوه؟ طب ممتاز. الآن عملية الجوينت بدنا نربط بين جدولين. ركزوا معي الآن عشان تفهموا النظري اللي احنا اشتغلنا.